مداهمة مركز للتدليك بمراكش يحتضن حفلات الجنس الجماعي. داهمت السلطة المحلية يوم أمس مركز تدليك بشارع الكريم الخطابي تراب مقاطعة كيليز مراكش، تم تحويله إلى وكر للفساد لإقامة الجنس الجماعي. وأسفرت عملية المداهمة عن تفكيك شبكة للدعارة والتجار في البشر وإيقاف مسيرة إلى جانب ثلاث مستخدمات وزبونين متورطين في القضية. وكشفت تحقيقات تورط صاحبة المحل ومسيرته ووسيطة في شبكة الدعارة والتجار في البشر باستغلال فتيات وتحويلهن من عاملات التدليك إلى ممارسات للجنس الجماعي لاستقطاب الباحثين عن هذا النوع الأنشطة الممنوعة. وتعود التفاصيل الواقعة إلى توصل السلطة المحلية بمعلومات تفيد استغلال أشخاص رخصة لممارسة التدليك لتحويل مقرهم إلى فضاء لاستقبال الراغبين في ممارسة الجنس بعيدا عن الأعين. فقررت المصالح المذكورة القيام بعملية مداهمة للعنوان المذكور بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، لتم ضبط المشتبه فيهم في وضعية مشبوهة داخله، فاقتادتهم للتحقيق معهم وكشفت مخططاتهم. مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. يمكنكم أيضا تصفح قائمة فيديوهات القناة لاكتشاف المزيد من الأخبار. إلى اللقاء.